ده السلك الماكس يا جماعة اللي قلت لكم عليه، السلك الأخضر الماكس ده هو ده 40 جنيه المتر، ماكس بلاستيك. بيبقى عند البويات والحدائق، الجماعة بتوع البويات والحدائق. ده سلك الأرنب يا جماعة اللي بقول لكم عليه، ده المتر ب10 جنيه. أي كلام يعني مش كويس. ده المتر ب17، ده المتر ب40 جنيه. ده ب40 جنيه لان هو محمل شوية. ده خفيف 17 جنيه. زي ما انتوا شايفين يا جماعة اليمام اما بتفطف السلك القديم، خدوا بالكم معايا. جنحت عليها دم ومسقطة دم، هي بصوا كده على الخشبة، لان لما باجي احط له اكل زي كده بيبقى خايف وبطفطف. هحاول اوريكم المكان اللي خرج دم عليه، شايفين؟ لان السلك الارنب اما بيصدي، مش اما بيصدي بقى بيبقى حامي شويه، فهنجيب له سلك ماكسي بلاستيك. شايفين الدم قد ايه؟ لو لاحظنا اليمامة اللي واقفة فوق الوسطانية دهيت، أبص جناحها اتخر دم منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد. زي ما شفت دلوقتي المصايد اللي أنا عاملها لكم، وشفت السلك القديم وغيرناه بسلك جديد. هوريكم دلوقتي السلك الجديد. زي ما شفت اليمام اما كان بيتعور من السلك القديم، جبنا سلك ارنب ماكسي بلاستيك. هوريكم، خليكم معايا. احنا دلوقتي هنطلع نبص على المصيدة، هنشوف اذا كانت ماسكة ولا لا، ونوريكم السلك الجديد اللي عملناه. تقريبا في يد واحدة، في عين ماسكة واحدة اهيت. بنقفل الأول بالمسمار ده عشان الباب ما يتفتحش. دي شكلها ممسوكة من الصبح بدري، لو تاخدوا بالكم فيه الرسمال بتاعها هناك اهوت، مش لسه ممسوكه دلوقتي. طبعا العين ديت فيها ريش اهوت، هننفخه نطيره علشان اليمام ما يخافش. تمام، وده يا جماعه المشمع ده حاطينه علشان الهواء بيجي بارد كده فيحمي الطيور اللي جوه في ايام الشتاء ديت. وده السلك الماكس بلاستيك، سلك الارنب، عملناه زي ما انتوا شايفين سلك لونه اخضر، في منه سلك لونه ازرق بس خفيف شويه ب17 جنيه المتر، ده ب40 جنيه المتر حاليا. احنا النهارده طبعا بقول لكم التواريخ علشان تبقوا متابعين معانا. انا مسكت خدت من المصيدة حصيلة مرة بس ما صورتهاش، سهيت يعني وطلعت كنت مستعجل، لميت الحصيلة ما نسيت اصورها لكم المرة اللي فاتت. اخر مرة صورنا فيها الحصيلة انا منزلها لكم في المقطع التعريفي على القناة، تلاقوه في الوش سوا. النهاردة 24 نوفمبر 2019، 27 ربيع اول 1441،
تمام. النهارده الحد، انا بقول لكم التواريخ علشان الناس المشتركه معايا في القناه عشان يبقوا عارفين احنا بنصور المقطع ده امتى، لان المصيده لها تاريخ عملته فيها. وكل ما بمسك يمام او بصور يمام بنزله لكم، والناس الجديده معانا اللي عاوز يتابعنا على القناه يشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلكم اشعارات بالمقاطع الجديده. وما تنسوش تدعمونا بلايك او اعجاب للمقطع لو عجبكم، وان شاء الله كام يوم كده وهنزل لكم برضو مقطع عن القنص. كنا بنطلع نصطاد بالبندقية الهوائية، اصطادنا شوية يمام حلوين، وعملت لكم شوية مقاطع كده عن القنص واحنا بنصطاد بالبندقية الهوائية في الريف المصري. بناخد طبعا اليمامية بنحطها هنا مع زمايلها، تمام. الباب ليه مفتاح كده اورينتال، خلاص هي عموما المصيدة كلها اورينتال، ولكن اليمام بيعشق الحاجة البلدية او الحاجة القديمة دي وبيجي عليها. اليمام بيخاف شوية زي ما انتوا شايفين، الباب لازم ينزل طائر يدخل يدوس، لازم ينزل حبك كده علشان ايه اليمام ما يزقش الطائر، ما يزقش الباب ويطلع تاني. وادي النصبان، بنرفع الباب كالعاده، بصل لو العرض داخله في الخرم ده وفي الخرم ده، تمام. والبصل اللي نازله دي نازله من نص الصندوق ومربوطه في الباب من قدام. طبعا في ناس مش هتفهم الفكره، مش هتفهم الطريقه، فاللي عاوز يفهم الطريقه ويفهم الفكره كويس يكتب على محركات البحث جوجل او يوتيوب، هيكتب بس مصيدة الميزان، بمجرد ما هيكتب مصيدة الميزان هيظهر له مقاطع بننزلها عندنا على القناة. هيلاقي اول واحد عبارة عن شرح، وفي شرح برضو تاني وتالت، وهيلاقي مقاطع مدمجة مع بعضها للمصيدة وهي بتصطاد وهي بتقفل اوتوماتيك كده، وبصور تصوير مباشر. وموضح لكم في الشرح كل حاجة، مش عايز اطول عليكم.